مرحبا مرحبا بكافة مشاهدي قناة نيو ميديا تي في متابعي برنامج عالم الليل. كالعادة الليلة حلقتنا إن شاء الله بشوف فيها مشاهد صدمة لأول مرة تبث تلفزيا. ركزوا معنا في حلقة الليلة من برنامج عالم الليل. عايش بالليل مهدود الحين والقلب حزين يا خويا والليل طويل ما عندي خليل وحداني ذليل ما عرفت حبيبي من عدو يا لدك تلويل يا ملا عالم عالم الليل. كيفاش مسروقة وتنانوات جديدة وكل شيء مكسر، كل شيء شفتها بعينك. الدولة وين هنا؟ الله أعلم. الدولة وين؟ الدولة تفتشها كان على واحد زوالي. الثاني من غادي مكسر مدقدك به، عندك كاميرات منحيين مسروقين، النحاس الكوبر الزليز مقلعينه يعني. سبحان الله الجريفي سرقوه والبيبان والدنيا كلها مكسرة مدقدقة وتقول لي الدولة، يقول لك الدولة وين؟ تقول لي الله أعلم. هكا ولا؟ أنا دولة تفرس. أنت تروح لدارك هو يبتل هنا في الشارع، علاش خلتوه في الشارع؟ علاش أنتم على الأقل تحبوه هنا جماعة المصرف بي ما تلمولوش على الأقل كل شهر تكري له استديو يكون فيه راسه؟ معاش عباد كيما قبل. خبوني حبوني على ثقتي، يعني مانيش لهب على الدنيا، مانيش باش نهزها معايا، يعني صابر الحكم يا ربي، هذاك الرب اش حب. يا ملا عالم عالم الليل مظلوم وظالم غني وبالليل ما تعرف اشكون الخايب واشكون اصيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك برنامج عالم الليل. ان شاء الله لاباس والحمد لله. الله يخليك. خدمة الليل تو كيفاش كي تحكي لنا على خدمة الليل لوجيست اللواج؟ أي. تخدم بالليل؟ بالليل الله مستعان. عندي والمسافة. بالنسبة لك أنت خدمة بالليل ديما؟ لا. نخدم هكا وهكا. ساعة بالنهار ساعة بالليل. وتعرف تونس تبيت. تجي تخرج من الصباح مغادي تحصل عندك كراب برشا هنا تتبات. انت بيت لنا اليوم؟ بيت لنا عمل. توا احكي لنا على كيفاش خدمه اللواج والدور كيفاش وكيفاش تخدموا بعضكم والتنظيم كيفاش يكون؟ لا منظمين بالدور الاول بالاول والتالي بالتالي. خدمه اللواج تعب؟ بطبيعته هاي باي كم تعب فاش يعملوا هذوما الكل؟ راي ليالي ودون كاك شو وما عنده شو يبات يبات اما في كرامته ولا ياخذ يدور كيما هيك. هذا هو توا يعني العبيد مازالوا ما جاوش وقت شي يجيو بالضبط العبيد؟ لا العبيد مازالوا مع ما ثلاثه الاربعه كاك يجي يعني قريب. اي لا قريب توا خدمه اللواج تعرض المشاكل فيه؟ لا فيه فيه ما تحبش تعرف عليها مشاكل. لا لا كلها مشاكل ما تحبش تعرف عليها. المشكلة مع راكب ولا مع حتى كليون هكاك متعدي يجي مش يركب ولا يخلي لي البلاصة هاك ولا هاك هي للعموم ولا اللي يجي له اللي يركب له هاكا. احنا تو في منصف بي. انت خط منصف بي وين تمشي تونس شنو؟ يعني تونس مستير. تونس مونستير. بقديش الركوب من تونس مونستير؟ 15 دينار. 15 دينار. تو العباد تشوف 15000 معناها 15 دينار برشا فلوس. لا 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 بس بصح بالعكس هي ناقصه. ولا ناقصه. خاطر الزياده في التسعيره معناها تقلق العباد. بطبيعه الحال لا لا فهم. يتقلقوا اذا كان يزيد وما تنساش هذا. الكهرباء فيها تصليح وفيها كل شيء راهو المزوط برك من المزوط مرهات
علاش احنا في موصف بيه كراكب يعني مش يمشي معناها اي بلاصه، علاش يمشي يخلص القشي غاديك مش كيما بيبسعدون، بيبسعدون خلص ديريكت مول لواش. لا هنا في القشي خلص القشي ويعطيه تذكره زاد نتاعو، وانت من بعد كلواجيست تمشي تاخذ تكي تخلص من عنده هو من عند الراكب، ناخذ تذكره عنده هو تذكره وعندي تذكره، يطلع الروح كان جاي بش باش يعرف الكهرباء ركب فيها. هلا هذا هو. انت من بعد كلوجيست لوجيست تمشي تخلص من القشي هكا؟ الفلوس ناخذها من القشي يعني. هما اللي تاخذ فلوسك من غادي مراقل باش امورك منظمه. لا لا بحول الله وان شاء الله. وان شاء الله. يعني توا ان شاء الله قريب ما ثلاثه محاولات توكل على ربي تبدا يعني تعيط للعباد باش يجيو يركبوا. نعيط لا شيء، هما يجيو يقصوا من غادي. يعرفوا البلاصة يقصوا ويجيب التذكرة ويجي يعرف رقم الكهرباء بهش زاد في التذكرة نتاعو يتكي. خاطر نشوفوا برشا عباد معناها في قيشي آخر تلقاه يعيط اللوجيست معناها ممكن كان في عقاب الليل. لا لا ما تلقاش شكون يعيط. فما حاجة أخرى تبدا في الكيس تمشي عادي تلقى الواجيت كيما نقولوا تصطاد في المو في المو في الراكبين يعني لبرا من مصبين. ما تلقاش توا هني لا هني لا ما يدوروش هني لا هني لا هون ديما شادي لهم الباب غادي هون الباب هكايا ديما شادين غادي يعسوا حتى على شكون مش يركب ولا يعسوا حتى في المحطه ما يفهم خدمه في المحطه كيما يقولها يزرف يزرف يا لا قدر توصل ساعة نشوف الوجيست يبعد بعيد يبدا فين مثلا وين سبيتار ميليتير تلقاه يركب في العبيد يقول له انت سوسة انت سفيقس انت كذا ويركب العبيد. فما فما لا ما نقولكش لا فما يا ولدي لا لا هذيك جوز موجود تفليق موجود هاي هاو باللغة العربية تفليق موجود في كل بلاصة. كلمة منك شنو تقول للعباد تخدم بالليل؟ لا 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 الله يعينه كل واحد الله يعينه كل واحد يعطيه الصبر ربي يراه قدس الكل بحول الله يعطيه الصبر. محليك ومحلى كلامك وربي يعينك. وشكرا. يا والله عجايب وزمان تبدل فيك طبع الإنسان في لحظة يخون ويدوان لسبب ومن غير دليل تعطيه الثقة والأمان واللي يلدغك الثعبان ما يرد الحسنى بحسان ما يرى بجميل عايش بالليل. السلام عليكم. السلام. شبي بابا بيت البر؟ أنا أخويا نحن يعني راضين بالهم والهم شو راضي بينا. احكي لي شنو حالتك شنو حكايتك؟ شنو الحكايه نتاعك بالضبط خليتك تعيش هكا؟ حكايتي يعني الواحد كما يقولوا فيها ياكل ياكل ويشرب حتى شي يهز وربي يرتاح ما حال يعجب حتى حال ما يعجب اخوك عايش هكاك كالهيش يعني. لطف عليك لطف عليك. به انت قديش عندك بيت البرة في الشارع قدي عندك لهنا في مصف بي سنين لهنا يعني من السبعينات وانا لهنا. ما عندكش عائلة؟ ما عنديش ما عنديش عائلة ما لقيتش الامور اللي تعجبني. مارس انت؟ يعني اخي حتى اللي مشو معرس يعني باش يموت كلها باش تموت معرس ولا مشو معرس كلها باش تمشي. أصلك منين؟ أصلك منين؟ أنا أصلي من القروان. من القيراوين. ما عندكش عائلة في حفوز؟ إيه كلها توفوا. كلها خواتها؟ عندي أخوتي كل حد لاهي في هموني. كل حد لاهي. إيش تخدم أنت هنا في مصف بيه؟ يعني نحمل نهز بباجاج للموتنين دبر في راسك دبر راسي يعرفوني يعرفوني ثقة حتى سمتي قدم بلاس هذية ديما هوني انت يا ديما هنا ديما لهنا تبت لهنا ديما
ديما كل مرة كل مرة يعني شبيه سيقك أكسيدو في الخدمة يعني دحت عليه كونتينير كونتينير أنا من 10 خدامة منعت كنينة 9 هم في الجبن يا رسول الله وين هذه صارت لك الأكسيدو هذا؟ في البرج يعني من رجز برج رجز كنت تخدم غادي أنت؟ كنت تخدم غادي كي عملت أكسيدو وخرجت ليك عملت اكسيدون تاخذه في بورت رادس ما عندكش حقك يا تاخذه عطوني مشاه وذنهن عطونيش 100% ما عطونيش 100% يعني خاطر يعني لو كان جيت يعني البرة في اوروبا يعني نوع اخر حياة اخرى خرجت الحمد لله الواحد يعني ياخذ يعني عطاوك تعويض هيكاك ما تعويض باش يشبع الجمل من التفاف حاجة حكاية فارغة قدي قدي عطاوك ايش عطوني بالله خلي عزيز سكيت خلي عزيز سكيت يا خويا يعني ما حالي يعجبني انا خرجت اللي عطوهم لك ما نجمش تكري بهم دار ايه ما يعملوا شيء ما يعملوا شيء قبل كانت الخيرات مطيشة بلاش توا يعني ما عاد حال يعجب يعني معنا صابرين الحكم ربي يعني لما مات وهزها معاك اللي عنده كل اللي ما عندوش تو انت في موصف بيه من السبعينات يعني هالعبيد الكل تعرفك لما حارة تبارك الله ورا الكاميرا برشا عبيد ما قدروش معناها يلموا لك باش يعاونوك في تكري دار على الاقل حتى استوديو صغير ما نطلب حد يعطيني ربي سبحانه ما نطلب حد حبوني على ثقتي يعني مانيش لاهب على الدنيا مانيش باش نهزها معايا يعني صابر الحكم يا ربي هذاك الرب اش حب ما بالنسبه لساقيك هذه قاعد تداوي فيها ولا هيك يعني مرة ساعات كي تشدني بالوجاية ناخذ عليها شوية دواء ساعات شوف الدواء نتاعها بقداش سوم غالي؟ هذيك يلزمها سبيطار والدواء كبير يعني ناخذ لها بومادة حكا انت كي تخدم الصباح وقتاش تقوم؟ قوم اخويا شوف نقول لك ديما نقوم بكري يعني نقوم يعني الاربعه ما الثلاثه يعني وقت هذه البريوته نتاعك الشريو هذا كلمه على علي شنو تقول انت؟ علي انسان ثقه نعرفه 30 سنه ثقه باهي تحط له سلعه كذا جبتها ثقه نحبوه انسان ثقه انسان طيب ما يقدرش بده فلوس بده يوصلها نروح انا مثلا لداري نقول له هذه عليه خلي عندك فلوس مدها لفلان غدو يجي كان هذا سؤال سمحت تحبوه ما شاء الله يعطيكم الصحه انت تروح لدارك هو يبت لهنا في الشارع علاش خلطوه في الشارع علاش انتم على الاقل تحبوه لهنا جماعه المصرف بي ما تلمولوش على الاقل كل شهر تكري له استديو يكون فيه راسه ما عادش عباد كيما قبل عباد قبل كنا نحبوا بعض يعرضنيش في الكياس مثل ما يعرضنيش قبل شوفير كي يعرضني في الكياس نفقدوه نهار ونهارين نسعلين لو جواليه تو ما عادش الرحمة تقطعت هذا إنسان ثقة نحبوه أنا واحد ناس كان يطلب في عيني نمدهم علاش خليتوه كيف الحالة هذه؟ شكون خليه؟ أنا خليه أنتم تحبوه أنتم ما جبعتوا منصف بيه تعرفوا كانوا علي بيت في الحاله هذه ومريض وسيق ومريضه مسكين مريض خلينه في بلاصه هذه ماهيش نتاع واحد يبيت فيها راجل كبير صحيح كلامك وين الجمعيات وين الدنيا وين ما قلتش على الاقل انتم جماعه انتم شفره نتاع الواجهات هكا ولا ما قلتش على الاقل نعاونوه الراجل هذايا او موا بيت صغيره يتكروها له تو مازال واحد ياكل زي الواحد يلقى وين يكري يتبقين هو ثقة نحبوه ثقة ما ثماش علي هذيك ثقة عمياء حطوا 100 مليون زوز انا نروح لداري مثلا حنخلي عنده زملين نقول له راه غدو جايك فلان يمدهم له ثقة 10 30 سنة ولا اكثر
اسمع عبرنا عبارة سوفير. خلينا نرجع له مسيج، يعطيك الصحة خويا علي. ربي معك. ما فماش إمكانية كونه أنت توا يعني البلاصة هذية تبدل من حياتك شوية على الأقل ما عادش تقعد في البلاصة هذية؟ ما خويا وين باش نمشي يعني. كي تلقى معناها قلوب رحيمة يعاونوك تتمنى تبدل من حياتك؟ والله يا خويا شوش نقول لك يعني ماذا بيا يعني كان لقيت يعني مرحبا ما كان ما سماش يعني نقعد شد بلايصي حتى يهزني المولى نرتاح. عندك تليفونه؟ عندي. حافظ الرقم تاعك؟ ايه. بيقول لنا الرقم تاعك تفضل. 28 706 878. اسمك بالكامل شنو؟ علي. البلاصه هذه هي نلقاوك لهنا. اللي حاب يعاون يجيك لهنا بحاول. عشت يا رحم والديك. ان شاء الله ربي يسهلك بحاول. باهي. خليك ترتاح خاطر انت باش تقوم بكري. واللي ثمك الخير ان شاء الله ربي يسهل فيه. هكا هو نمشي على نية تخلص على خير. على الاقل فماش يكون خيم بيك في دواك في حاجه كما. عايشك يا رحم والديك. يرحم والديك ما يدوم حال راهو شوف سعدي كلي فيها الخير كلي عنده كلي ما عندوش كلها ربي سبحانه كل حد يجي يعدي وقته ومتلاني ويمشي عند المولى عنده ولا ما عندوش ربي سبحانه كبير ويجعل الأسباب إن شاء الله بحاول. عايشك يرحم والديك إن شاء الله ربي معك وربي وربي يخليك إن شاء الله تنطلوا عليك مرة جاي بحاول يرحم والديك. أنت الصاحب خون علي صاحبي ويرحم الأم اللي جابت. أنا نسكن في رديف ونخدم هنا في منصف بي هذا قلي ها ونحبه والناس كل تحبه على ثقته وكل شيء ما عنده حتى شيء تحط عنده هيك تلقاه يعني معروف لهنا في منصف بي لهنا في منصف بي معروف وكل تعرفه كل شفرة من هنا تحسوسة قروان كل هم اللي في المحطة كاملة يتكلم يعرفوه ثقة دي ورب اسمع باركاكا على رجله ما حاش حد شي انا هاني نخدم وربي يشفيه على رجله اقسم بالله ربي يشفيه. عايش بالليل مهدود الحيل والقلب حزين يا خويا والليل طويل والقلب حزين يا خويا والليل طويل السلام عليكم. السلام. معك برنامج على مليل. نسمع بيه ونتفرج عليه. الله يخليك. كنت تحكينا شو حكيتك بالضبط؟ أنا نخدم تابع الشركة هذه تاع الامتياز. ربي يخلي سي ناجي وسي محمد يوسف وأبو بكر. ما شفت منهم حتى شيء يرحم والديهم الأخ. أنا كيفاش نسكن في رديف. أصلي من رديف وعدنا الحاجي هو كل ضم اللي أذاكم معروفات يرحم لهم اللي جابتهم الثلاث قول لي شبيه وجهك من هنا شنو هي ضربة قديمة عركة عارك غدروني وكل شيء مشيت على روح الحمد لله لعن رديفة ها رديفة ضربة ضربوك ضربوني هنا في تونس اللي هنا في تونس مش في انا اللي يقول لي نقول له هاي في البلاد غادي غدروني غدره ما يربحوش الحمد لله يا ربي عايش ونخلص في 650 الحمد لله يا رب ربي يخلي لي عرفاتي انا كيفاش نسكن في رديف ها وحتى اخويا حرق كان في المينيتير وقال المعتمد هاي بعد تكمل عامك ترجع تخدم واحد اللي خرجوا معاه في المينيتير وكل شيء دخلهم يخدم هو
قال له لا تونسي الله اعلم وشي. ها صحيح ضربه هيك وبعد حرق روح. علاش حرق روح؟ جت تجري عليه الحاكم وكل شيء وحابين يدخلوه الحبس. حرق روح. شو عمل له هو؟ ها شو عمل له هو؟ هو ضرب المعتمد ضربه. ننكر خويا ضرب معتمد رديفه. اه ضربه حرق روح. بعده العباد الكل رجعت تخدم. كان هو علاش مش تونسي يعني؟ هو حرق روحه ما ماتش مازال حي. هادي اخر شيء اللي هنا في نتاع الحروق فما في نتاع الحروق ويخلصوا عليه في الحظيره نتاع رديف. اي وش رايك؟ طيب اخوك هنا في سبيطار حروق هو مات. توفى الله يرحمه. اي مات وكل شيء ويخلصوا عليه في الحظيره نتاع رديف. ومنهم الشيخ لقاني اللي هنا مد لي 10,000. جت العزوز قالت لي ما تمد جا جدي. ماذا بيا انا نروح؟ ماذا بيا نروح نولي نخدم غادي فردي في حذا العزوز؟ علاش قاعد في تونس؟ انت مش قلت لي تخدم هنا في المنصف بي في الجيش هنا؟ هي نخدم هنا تاع تنظيف. وقلت لك ربي يخلي لي عرفاتي منهم الناجي سي محمد يوسف وابو بكر بوشوش يرحم والديه حتى الخدامه يرحم والديه. عندك تخدم هنا قريب 7 سنين. تبارك الله باهي مده باهي مده باهي. انا كيفاش نحب احذى الدار. توا شو توا الشباب التونسي يقول لك ما لقيناش خدمه. انت ما شاء الله تخدم على روحك ومنظم امورك واضحه 7 سنين في منصف باهي في تونس لهنا بشهريتك امورك واضحه. شنو هي المشكل معناها كان انت تخدم هنا في العيد في المناسبة تروح لداركم؟ لا نروح يعطوني عرفاتي نروح وكونجياتي نروح يرحم والديه. انا كيفاش بلي نعيش على الكسكروتات نعيش على الكفتاجي؟ ها على الاقل حذا العزوز كسكسي واموري واضحه وكل شيء صحيح ولا ما كي تروح بعد تفرح بيك بالكسكسي ابارك هيك. تخدم شنو تخدم غادي نقله تعمل نقله يعني القفصه؟ اي ماذا بيا القفصه للرديف حتى في بقعة باب. شو يخدم بوك؟ كان يخدم في وزارة التجهيز بعد حرق خويا توفى من هنا. ها بعده هو بشهرين مات باب الله يرحمه مزوز. أه. وين تسكن في تونس؟ تيدي عطيني بيت هاك البيت هذيك اللي وشفت عليه ذاك. ها وشوف هيك دور على المحطة وكل شيء محطة دورها كاملة فهمت؟ ما عنديش بوش عنك هنا نقص 650. ها نحي منها 200 لعزوز. ها وش هنصر وشاب نحب نسهر نحب ندور نحب كل شيء صحيح ولا عجزيني يتنحي منها 650 نحي منها 200 وش قاعد من 450. هاي وش هنعمل منها 450؟ وش مارسة؟ لا وش عازب وش هنهرس؟ شوف الدول السكاجي في كان عندي
نايم تو احنا اخويا العزيز خذيناك في انترفيو قدام منصف بي، قلت لنا اجيو فما بلاصه كبرنامج علم الليل باش تصور اول مره، البلاصه هذه مسروقه منهوبه اللي هي تبع دوله تونسيه، يعني شنو هي الحكايه هذه؟ والله العظيم عنا احنا شريكه مو غادي اعطوا بلاصه لجماعه السوق اكلي في برشلونه، وكل واحد سكرون المحطه مو غادي اعطونا الطرف هذا وفما طرف اخر مو غادي تشوف فيه كل شيء. دخلت انت صورت وشفت اللوجات كيفاش بيتين غادي، وشفت البلاصه هذه تبع شنو هذه؟ هذه تبع الشيمينو كيفاش مسروقه وترنوات جديده وكل شيء مكسر، كل شيء شفتها بعينك. الدولة وين هنا؟ الله أعلم الدولة وين؟ الدولة تفتشها كان على واحد زوالي. المسؤولين وين؟ الله أعلم. يعني بلاصة كيما هكا تبع الشيمينو لا ثم لا عساس لا رقيب لا مراقب ولا رقيب. ما فهمش حتى شيء. عبي وتعدى. فما البلاصة المغادي هجل وزير الداخلية قال لهم حطوا اللواجات مو غادي ولت فيها امن اللي هنا ما فماش مو غادي. راك شفت العباد كيفاش راقده. يعني شوف ترام بالمليارات مكسر، الثاني من غادي مكسر مدقدق به، عندك كاميراويات منحيين مسروقين، النحاس الكوبر الزليز مقلعينه يعني سبحان الله، الجريفي سرقوه والبيبان والدنيا الكل مكسره ومدققه، وتقول لي الدوله، تقول لك الدوله وين؟ تقول لي الله اعلم. هكا ولا الله اعلم. انا يقول لي احرق، يعني قلت لهم كل يوم حارق، ماذا بيا ندبر طرف فلوس نروح غادي، ما عادش حاشي بها تونس. تونس وش تعمل؟ وش عملت؟ نغرس في 650 نحي منها 200 الف قلت لك العزوز، وشوف مليارات شكون يحس عليه؟ ما فهمش حتى واحد. هادي يحطوني عساس ونعس. احنا مش خليو المشاهد تتكلم وحدها، اما انا مش نقول حاجه برك. كل شيء تكسر تسرق قاعد كنضربوا تونس ولا بس عليه. يحيى تونس اخر شيء، يحيى تونس. عايش بالليل مهدود الحين والقلب حزين يا اخويا والليل طويل، ما عندي خليل وحداني ذليل، ما عرفت حبيبي من عدويا لا ذقت الويل. يا ملاها تهميش وفقر وخراب، السؤال أين الدولة التونسية؟ وين المسؤولين؟ سؤال مطروح وإن شاء الله نلقاو إجابة. حلقتنا الليلة وفيت من برنامج عالم الليل، لكن إن شاء الله ما زالت حلقات متواصلة.
تحيات سمير المرعي وكافة فريق البرنامج. تصبح على خير.